السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. أيضا تشكلت بعض الغيوم الرعدية فوق الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، كانت عبارة عن غيوم ركامية محدودة التأثير. نبدأ نشرتنا باستعراض لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم جنوب الجزيرة العربية ومنها جنوب المملكة العربية السعودية وأيضا أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية. هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة من بحر العرب باتجاه الطبقات العالية من جنوب الجزيرة العربية، فيما سادت أجواء صافية في باقي المناطق. استعرض الآن وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة. درجات الحرارة تبقى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، درجات الحرارة تكون في أواخر 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، بينما تكون في منتصف الأربعينيات في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا. يوم اثنين لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة في أواخر 40 درجة مئوية في أجزاء الداخلية خاصة من المنطقة الشرقية وأيضا حفر الباطن للإحساء وأيضا منطقة الربع الخالي، فيما تبقى درجات الحرارة بين بداية الأربعينيات ومنتصف الأربعينيات في المنطقة الوسطى والأجزاء المنخفضة من المنطقة الغربية، فيما تبقى درجات الحرارة معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 30 درجة مئوية المحسوسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الاثنين 44 إلى 29 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 44 عفوا إلى 29 أيضا، ويوم الأربعاء 45 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 30 درجة مئوية. استعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاثنين في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك أجواء حارة 39 إلى 27 درجة مئوية، سكاكا 41 إلى 30 ونفس الأجواء والحرارات تقريبا في مدينة عرار. المنطقة الغربية، المدينة المنورة رياح نشطة مع 45 إلى 33، جدة 36 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 31، والطائف 34 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 21، الباحة 31 إلى 22، وجازان 38 إلى 33 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 41 إلى 29، حفر الباطن 46 إلى 30، والإحساء أتربة مثارة مع 46 إلى 27 درجة مئوية. نذهب الآن إلى المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 44 إلى 29 درجة مئوية، نفس الحرارة في بريدة، أما حائل 42 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.